اسمع غنو انت اسمع علي الكلام علي هذا ربطك شنو انت انا والله شغال في شبكه بس ربطك شنو ها ربطك شنو ما انه رد شغال في شبكه مع جاهزيه بلد الغرب ده شغال معاه في شبكه ارفع صوتك ها ارفع صوتك ترى شغال مع بلد الغرب ده في شبكه شغال معاه بالدنيا 250 بشيل 50 يوم مع الجاهزيه ذاته كم زمان انت كنت شغال معاه والله لي زي شهرين كده شهرين انت شغال معاه زنديه لشهرين من وين انت من طيب البلاد زنديه طيب البلاد زنديه ايوه ايوه كويس وانت انت عبد المنعم عبد الرحمن منو من ابي منو عبد المنعم عبد الرحمن اي ارفع راسك فوق عبد المنعم عبد الرحمن اي سكن ابي طلبتك شنو جندي ساي جندي اي انت شغال معه والله مشيت كل اسبوع حوالي زي شهرين كده شهرين كلكم شهرين اي انا ما زي شهرين شهرين انت شغال معه اي وسلى بشنو وسلى بشنو والله انا عندي سلاح لكن بيته سلاح شنو؟ ارباجي بلاش بلاش كنت كم زمان انت كنت قاعد لي في اللاكاندي هنا ولا في كركوج شهرين لا كركوج موجود شهرين في اللاكاندي آه. والباقي اللي على الزنديه دي القاعدين هنا وينه؟ قاعدين هناك كلكم الزنديه؟ يحيى محمد الزروب ها؟ يحيى محمد الزروب يحيى محمد الزروب آه. من وين؟ من طيب البلالاب طيب البلالاب برضه من الزنديه؟ اي آه. وانت متى مشيت عليهم؟ انا ده والله مشيت بيجي شهر و10 يوم مشيت دار تشفشف انت مسافر هناك بالبندقية ولا سايبه مسافر يعني هناك مو ظاهر عسكري ولا كده مسافر انت لا لا انا مشكله ولا مو يعني ظاهر عسكري ولا كده حرامي بس قاعد بس اه يعني وينو باقي اخوانكم القاعدين هناك دي استخبارات بتاع منتج يلا تمام 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 اسمع كلامي اي اسمعني كنت شغال وين بدك كده شغال اه قوم شنو اي ده ما بيت دقيقه اهي وين انت شتابي دكتور في كركوي واكد متاكد في كركوي تمام اتفضل